صحيح معايا فين زعيم على المعطنة؟ اه ايه شوية انتي بتعمل في وشك وانا عم نعمل اكل نعمل العشاء كمان خلاص ماما كلمنيش انا ماشي مش ميلو خلاص كده ماشي بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حبايبي النهاردة في وصفة جديدة. ان شاء الله هنعمل وصفة النهاردة هتنقي بشرتك وتخليها صافية وما فيهاش اي تجاعيد، كمان بتديكي ترتيح حلو قوي للبشرة وتخلي بشرتك وردية باذن الله، مش هتحتاجي تحط اي ميك اب ان شاء الله طول شهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين. يلا خلينا نشوف اول مرحلة هنبدأ بيها الوصفة بتاعتنا. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن 3 مراحل، اول مرحلة هبدأ بيها معاكم، خلينا نشوف يلا بينا. اول حاجه هبدا اعمل سكراب، هبدا اعمل تقشير لبشرتي. التقشير ده هيكون بنصف ليمونه وكمان معلقه واحده من السكر. يفضل ان احنا نستخدم السكر العادي، بلاش السكر الخشن قوي عشان ما يجرحش بشرتنا، والتقشير ده هيكون مره واحده بس في الاسبوع. يلا بينا خلينا نشوف نعمل مع بعض التقشير. هنبدا نعمل مع بعض اول مرحله وهي التقشير، والتقشير ده زي ما قلنا هنحتاج ليه معلقه واحده من السكر وكمان هنحتاج ليمون. السكر بيكون ناعم عشان احنا هنعمل تقشير النهارده خفيف قوي وبسيط على البشره عشان ما نجرحش بشرتنا. كل اللي انا هعمله هجيب النصف ليمونه كده وهبدا المسها في السكر وهبدا امشي بيها على البشره بالشكل ده. هعمل فرق كده بحركه دائريه. طبعا لازم بشرتك تكون بتتحمل ان انت تعملي بالليمون، كمان عند المناخير هنا وبرده تعملي عند العنق كلها بالشكل ده، تدعكي دعكي كده وفرق بسيط. طبعا لو انت بشرتك حساسه ممكن ما تستخدميش الليمون وممكن تستخدمي ميه الورد. هنسيب الماسك كده على البشره لمده 10 دقائق، وبعد ال 10 دقائق هنشوف هنعمل ايه. بعد ما عملنا التقشير وغسلنا بشرتنا، بشرتنا بقت صافيه جدا. هبدا دلوقتي نعمل تاني مرحله، وتاني مرحله هحتاج فيها هنعمل الوش ده. والوش ده هنعمله ازاي؟ ده ورق زبده بتجيبيه من السوبر ماركت اهو، الفرخ كبير جدا اللي انتم شايفينه ده ربع فرخ. هنعمل ايه؟ هتبداي تدوريه، وتدوريه ازاي؟ هتجيبي طبق تحطي الطبق عليه وتعملي تقطعيه كده بالمقص وتفتحي على قد العين وقد البق، هيبقى زي ما انت شايفه كده تمام. ده بالنسبه اللي انا هحتاجه في المرحله ديت. هنعمل بيه الماسك بتاعنا. ايه مكونات الماسك بتاعنا اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ انا هحتاج معلقتين من شاي البابونج، وشاي البابونج ده بيكون شكله، وهجيبه من عند العطار. تاني حاجه هحتاج معايا العسل النحل. العسل النحل بينقي البشره وبيصفيها وبيخلي بشرتك دايما صافيه وجميله. انا هبدا دلوقتي يلا نعمل بينا الوصفه مع بعض ونشوف هنحطها على بشرتنا ازاي. يلا بينا. وانا معايا هنا شاي البابونج وده بيكون شكله اهو. هنحتاج معلقتين من شاي البابونج وبنجيبه من عند العطار. هبدا اضيف عليه مع تقريبا فنجان ميه تكون دافيه مش سخنه قوي بالشكل ده، وهسيبه منقوع في الميه كده لمده ربع ساعه. ربع ساعه هنسيبه منقوع في الميه، وبعد كده هنشوف هنستخدم الماسك بتاعنا ده ازاي. ومعايا هنا الوش اللي احنا جهزناه علشان نعمل بيه الماسك بتاعنا. هبدأ بقى اصفي معايا البابونج. معانا هنا المصفى، هبدأ بقى اصفي البابونج بالمصفى علشان انا عايزة المية، مية البابونج فقط اهو. ومعايا هنا عسل النحل، هبدأ اضيف معلقة واحدة، وطبعا اهم حاجة لازم يكون عسل نحل اصلي عشان يديك نتيجة كويسة. هنضيف معلقة من عسل النحل بالشكل ده، وهبدأ بقى أقلب بحيث إن أنا أمزج العسل مع شاي البابونج بحيث إن هو يدوب في الشاي بتاع البابونج بالشكل ده. كده أنا دوبت العسل خالص أهو في الشاي. بعد كده بقى هنجيب الوش بتاعنا. هبدا بقى اضيف الوش اللي انا عملته اهو في الميه بتاعتي في الماسك بتاعي كده، وهبدا ادله بالشكل ده، وبعد كده هبدا احطه على بشرتي. هنبدا دلوقتي نحط على بشرتنا وهنسيبه لمده 20 دقيقه بالشكل ده اهو.
هنكمل الماسك بتاعنا. عدى 20 دقيقة بعد كده هنشيل الماسك ونشوف النتيجة مع بعض. وبعد 20 دقيقة هبدأ بقى اشيل الماسك من على البشرة. زي ما انتم شايفين بيخلي البشرة تحفة جدا. بيخلي البشرة صافية لونها موحد وناعمة وجميلة جدا. هنبدا دلوقتي نعمل المرحله الاخيره والمرحله الثالثه، وهي ان احنا هنحط ماسك دلوقتي هيخلي البشره ورديه، وهي كمان بيديكي لون وردي حلو جدا جدا، مش هتحتاجي تحطي ميك اب تنشري رمضان باذن الله. يلا تابعوني لاخر الفيديو عشان نستفاد، وما تنسوش تحطوا لايكات كتير قوي للفيديو بتاعنا ده النهارده. اخر حاجه بقى معايا عشان اخلي بشرتي ورديه مش محتاجه اي ميك اب، هحتاج 4 أو 5 قطع من الفراوله. اخر مرحله معايا بقى النهارده ان احنا هنعمل ماسك جميل جدا. الماسك ده هيخلي البشره ورديه زي ما انتم شايفين كده. الماسك ده خلينا نشوف احنا عملنا الماسك ده ازاي، ويلا عشان نحطه على بشرتنا ونشوف هنسيبه قد ايه وهنستعمله ازاي. دلوقتي هنبدأ نعمل الخطوة الأخيرة اللي هنخلينا ما نحطش أي ميك اب إن شاء الله وتبقى بشرتك وردية بإذن الله. هحتاج فيها من 5 أو 6 حبات من الفراولة أهو، وهبدأ دلوقتي أخلطهم في الكبة. هنبدأ نضعهم في الكبة بتاعتنا بالشكل ده. ومعايا هنا برضو زيت جوز الهند. ممكن تستبدلي زيت جوز الهند بزيت الزيتون او زيت اللافندر، بس انا هستخدم زيت جوز الهند لانه من الزيوت الحلوه قوي للبشره اللي بتخلي البشره دايما طريه. انا طبعا بحطه هنا في برطمان لان في العلبه ما ينفعش ان انا اخد من العلبه اهو زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا طبعا عشان احنا بقينا في الصيف بدا يبقى سايل شويه، انا هاخد معلقه واحده من زيت جوز الهند. هنبدا بقى نعمل اخر حاجه معانا. معايا هنا الوصفه بتاعتنا، معايا فرشة الميك اب. هبدأ اخد بقى من الوصفة بتاعتي بالشكل ده، وابدأ اوزعها على بشرتي بالشكل ده. هنوزعها على الوش كله كده اهو، على البشرة كلها عشان بشرتنا تبقى وردية ما فيهاش اي تجاعيد ان شاء الله، ومش هنحتاج نحط اي ميك اب. نوضحها كلها على البشرة. كده احنا وزعنا الماسك كله على البشرة، هنسيبه لمدة 10 دقايق وبعد كده هنغسل بشرتنا، وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا. حبايب قلبي كده انتهينا من الفيديو بتاعنا. اتمنى ان شاء الله الوصفات النهارده تكون عجبتكم باذن الله. الوصفات دي هتنفعكم جدا طول شهر رمضان، اعمليها واطمني هتكون بشرتك صافيه وجميله ان شاء الله، مش هتحتاجي تحطي اي ميك اب باذن الله. ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير قوي، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانيه كتير جديده، واشتركوا معايا في القناه عشان كل فيديوهاتي توصل لكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد ووصفات جديده، والجاي احلى مع جيجي كل حياتي. باي باي. ماشي بقى.